إلف الإفريقي وترجي جرجيس. هادي مرحبا. حبوب مرحبا بك خويا، تحية كبيرة لمستمعينا لمشاهدينا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. الاجتماع انطلق منذ 24 ساعة مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، وأكيد الموضوع الأبرز هو اعتراض النادي الإفريقي أمام اتحاد بن قردان واعتراض الترجي الرياضي الجرجيسي أمام الملعب التونسي. ما عادش فما تأجيل حبيب، بما أنه البارح وأول أمس أيضا تم الاستماع إلى مرافعات جميع الأطراف من اتحاد بن قردان، نادي الإفريقي، الملعب التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. وحتى توا في الكواليس قبل انطلاق الاجتماع نحكي مع أعضاء مكتب الرابطة، اليوم سيتخذ القرار النهائي فيما يخص زوز مقابلات هذه، ولو أنه بطبيعة الحال تعرف من بعض الطرف الخاسر في الملف هذه ينجم يتوجه إلى لجنة الاستئناف للطعن في قرار مكتب الرابطة الوطنية. بالطبيعة أحداث الجولة الأولى كان الزر وكتب بلاغ مكتب الرابطة، بالطبيعة نحكي على الخطايا المالية سابقا، واليوم الاكتفاء بزوز ملفات هذه، وكما قلت ما عادش ثم التأجيل. الاجتماع لا يزيد متواصل مبدئيا، ما فماش شك بعد التسريبات هذه، لا حتى التو ما فماش تسريبات بطبيعة الحال، وين هاني ما زلت في انتظار عين الإذاعة التونسية. أنت هذه الجبنيني كيف هذه حكينا عن الرابطة المحترفة الأولى، هذا فيما يخص جديد فيما يخص ملف الإفريقي وترجي جرجيس، جديد فيما يخص انطلاقة الموسم الرياضي الجديد بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية والنظام الجديد، لو كنت تعطينا بعض المعطيات. واليوم اجتماع صباح بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، المكتب الجامعي اجتمع بسلة ومجموعة من رؤساء وممثلي نوادي الرابطة المحترفة الثانية. حقيقة نقلا عن المسؤولين حبيب، الوضعية ما عادش نجم نزيد أكثر من هكا على مستوى الغموض وغياب خارطة واضحة للرابطة المحترفة الثانية، ما نعرفوش وقتاش تبدأ البطولة، نظام المجموعات، فالنقاط هذوما الكل اليوم خليه ببادرة من المجموعة هذه متاع الرؤساء يتوجهوا اليوم صباح اليوم إلى المكتب الجامعي وفعلا نقابله في كمال يدير. وفي الأخير تقرر وأنه سحب قرعة الرابطة الثانية في موسمها الجديد، العملية ستدور يوم 17 سبتمبر القادم، يعني نهار الثلاثاء نسحب القرعة، سحب القرعة متاع الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نظام توزيع المجموعات، زوز مجموعات، يعني الحكاية متاع ثلاثة مجموعات باش ننساوها نهائيا، باش نلعبوا 14 مجموعة في كل مجموعة، جمالا عندنا 28 14 نادي، 14 نادي في كل مجموعة، لا 14 مجموعة 14 نادي في كل مجموعة. وبطبيعة الحال مازال توا حبيب باش نقروا اما باش نستعملوا في تقسيم الفرق الزوجي او الفردي او التقسيم الجغرافي على غرار الموسم الفارط، يعني شمال جنوب، هذه كيفاش باش يتعين. الجامعه سترسل استشاره اليوم لكافه النوادي، والنوادي عندها مهله نتاع 72 ساعه باش تجاوب على الاستشاره هذه، وبناء على الاجابات نتاعهم بطبيعه الحال سيتم الاتخاذ القرار النهائي حول تقسيم الفرق، ولو انه 90% باش نمشيو في التقسيم الجغرافي على غرار الموسم فارد. وانت كنت انفردت بهذا الخبر هادي، اكيد كل التفاصيل ما عادش، اذا عندك اضافه قبل ما نكمل معاك هادي. نعم، اضافه صغيره حول تاريخ انطلاق البطوله حبيب، معناش تاريخ رسمي الحقيقه، اما يوم 28 سبتمبر وكان هذا مقترح نتاع الرؤساء اللي اليوم جاوا الى الجامعه، او بعد الانتخابات الرئاسيه بعد 12 اكتوبر. الحقيقه هناك الطرف الامني اللي حسب مبلغنا وانه عنده كلمه في الموضوع، وبالطبيعه بعد التنسيق معاه ينجموا ياخذوا كل الاطراف قرار نهائي حول تاريخ انطلاق البطوله، اما 28 سبتمبر او 12 اكتوبر القادم. واضح هادي الجبنيني، مشكور جدا. مباشره مقر الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه، ان شاء الله في اخر موعدنا اليوم نعطيكم ما ستسفره ما سيسفره هذا الاجتماع. مشكور جدا هادي الجبنيني. نبقى مع الأجواء المحلية، تعينات مقابلة الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يوم السبت 14 سبتمبر 3:30. الأولمبي الليبيجي مستقبل جابس في انتظار تحديد الملعب، مباراة بشدور دون حضور الجمهور بسبب عقوبة مكتب الرابطة في معشب قفصة القوافل لصديف ترجي جرجيس. يوم الأحد 15 سبتمبر 3:30 في ملعب نجيب الخطاب اتحاد طوينة نادي بنزرتي. يوم الأحد 22 سبتمبر 4:30 في ملعب حمادي العقربي بيرادس النادي الإفريقي يستضيف شبيبة العمران. يوم الأربعاء 25 سبتمبر 3:30 في انتظار تحديد الملعب مستقبل سليمان سيستضيف الترجي الرياضي في ملعب الطيب المهيري للسي اس اس يستقبل اتحاد بن قردين. وختام هذه الجولة، الجولة الثانية للبطولة، يوم الخميس 26 سبتمبر 3:30 في مركب برضو دون حضور جمهور ملعب التونسي نجم المتلوي وفي ملعب مصعب بن جنات اتحاد المنسيري يلاقي النجم الساحلي.
برنامج مقابلة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية في رابطة الأبطال ذهب إلى دور التمهيدي للثاني يوم الجمعة 6 في ملعب رادس اتحاد المناسيري يستضيف مدية العاصمة الجزائر التحكيم المصري أمين عمر. يوم الأحد 5 في ملعب رادس يكادها الصومالي يستضيف الترجي الرياضي مباراة الذهاب والإياب ستلعب في ملعب حماد العقربي براس بإدارة الحكم المالي بوبو تراوري. نحكي على مباراة الذهب. في كأس الكونفدرالية الإفريقية ذهب للدور التمهيدي للثاني يوم السبت 7 في ملعب رادس الملعب التونسي اتحاد العاصمة الجزائري مواجهة سفارة الكونغولي جون بيير بيسيلا. في اليوم الأحد 4 في ملعب الطيب المهيري بصفاقس نفس الإطار وكينزو البوراندي يستضيف النادي الصفاقسي سي اس اس يستضيف ذهابا وإيابا على ملعب الطيب المهيري. مباراة الذهاب التحكيم باش يكون الغاني أكوا نوندو. الإطار الفني للترجي الرياضي يعلم أنه التمارين الفريق الأول بقية هذا الأسبوع ستكون مغلقة استعدادا لمباراة ديكادها سومالي. عملية بيع على تذاكر بالنسبة لجماهير الفرق التونسية المشاركة في المسابقات الإفريقية. الترجي الرياضي والاتحاد المناسيري أعلنوا عن تفاصيل عملية بيع على تذاكر. الترجي الرياضي في شبابيك الحديقة الرياضة اليوم وغدوة من 10 حتى 5 خاصة فقط لأصحاب الشراكات، ويومين الجمعة والسبت والأحد من 10 حتى 5 عملية بيع على التذاكر بتكون متاحة لكافة الأحباء. الأسعار 10,000 15 دينار 25 35 و 50 دينار. الفيراج مخصص فقط لمن سنهم فوق 18 سنة. الاتحاد المناسير انطلق اليوم في عملية بيع التذاكر في مقر ومغاز النادي. كذلك تم تخصيص نقطة بيع في العاصمة في شبابيك قاعة توفيق بوهيمة برادس بداية من يوم الجمعة على سعر 10,000 20 30 و 50 دينار. نرجع الأجواء المحلية. الاتحاد الرياضي بتطوين بعد الإعلان على الانتدابات الجديدة. نحكي على حارس المرمى شرف جزمير، متوسط الميدان إيفواري دياكيتي، متوسط الميدان الدفاعي مالي كايتا، والمدافع جاسر الغرابي. الاتحاد يعلن عن إمضاء عقود احتراف بخمس سنوات لأبناء النادي لكل من متوسط الميدان الدفاعي علي المناعي، ظهير الأيمن سيف المهذبي، واللاعب الرواق علي رحومة. كرة اليد بطولة إفريقيا الأمم أواسط من 9 إلى 16 سبتمبر في قاعتي المهدية وقصور الأسيف. اليوم الموعد مع نفسية الجولة الثالثة 6 في قاعة المهدية تونس الجزائر. في نفس المجموعة المجموعة الثانية 6 في قصور الأسيف ليبيا المنتخب الرواندي. الجولة الأولى ذكر تونس فاز على ليبيا 31-21، والجولة الثانية فازت على رواندا 39-30. إلى كرة السلة الأفرو باسكيت باش نخدموا بمنتخبات وآخر أخبار منتخب أقل من 18 سنة إناث اللي شارك في هذه الدورة المقامة حاليا في بريتوريا في جنوب أفريقيا. اليوم في إطار الدورة الربع نهائي مصعتين تونس أوغندا، نذكر منتخبنا الوطني خلال الدور الأول فاز على كل من الكاميرون في الجولة الأولى 73-59، على رواندا في الجولة الثانية 74-71، وجنوب أفريقيا 91-24 خلال منافسات الجولة الثالثة. بكرة السلة نكملوا فلاش سبور. شيء طيبة وإلى اللقاء. كل نهار اثنين بعد موجز العشرة الإذاعة الوطنية والوكالة الوطنية للتحكم.